تمام يا شيخ، ماشي. طب السؤال الثاني لو فاضل، حديث أبو هريرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام. في رواية أقوى، لا رواية أصح ولفظ أصح: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. في شرحه أنهم يحاربون الكفار فيأتوا بالكفار في السلاسل ليسلموا الكفار، فيكون السلاسل كانت سببا لدخولهم الجنة. ايه هو؟ خير الناس للناس تأتون بهم في لا السلاسل. دي مرفوع ولا موقوف على ابي هريرة؟ هل هو عن ابي هريرة عن رسول الله او عن ابي هريرة من قوله؟ عن أبي، ثواني كده شيخ. شوف كده، راجع وافيدني. ها موقوف، موقوف يعني من كلام أبي هريرة مش كلام رسول الله الآن. يعني هو من كلام أبو هريرة. أيوة مش من كلام الرسول، لكن الثابت، قلت لك الثابت عن الرسول لفظ آخر: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. سلام عليكم.